أهلا بكم أعزائي المشاهدين وبرنامج من 6 ل 9 أسامة خليل يحييكم. أعزائي المشاهدين، إحنا كل يوم عمالين نسمع وأنا بسميها طنطنة إعلامية لما يحدث حول ومن وإلى الجبلاية اتحاد كرة القدم. آخر هذه الأشياء ما يصدر عن بعض الصحف، مع احترامنا الشديد جدا للصحافة المصرية وحرية التعبير، ولكن حينما يكون الخبر ينافي تماما أحكام القضاء المصري فلا بد إن احنا نلقي عليه الضوء. لما نتكلم على بالخط العريض اتحاد الكرة يتمسك بالشرعية الدولية ويرفض الانتخابات الشاملة، وهناك حكم قضائي بحل هذا المجلس، وفي استشكال المفروض يوم 21، يعني كام يوم من النهاردة، للنظر في هذا الموضوع. فهنا السؤال، هل ده معناه أن هناك بصورة أو بأخرى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق الإعلام الرياضي المصري، توجيه رسالة للتأثير على القضاء؟ أنا أعتقد وبكل المقاييس ومن تجارب سابقة أن هذا صعب الحدوث، صعب جدا أن يحدث مثل هذا. ولكن لماذا نتسرع في الحكم وتصدر مثل هذه التصريحات من بعض رجال الجبلاية اللي هو اتحاد الكرة، وتنشر في الصحف القومية، مع الاحترام الشديد جدا للصحافة القومية المصرية اللي هي المفروض تحمي أحكام القضاء المصري وتشجع المواطن المصري على احترام ما يصدر من أحكام قضائية؟ ولكن حينما نجد أن كل هذه الأشياء كأنما يحدث للأسف الشديد شيء والواقع شيء، ولكن ما يصدر ويصدر إلى الجماهير من خلال الكلمة شيء آخر. معانا الأستاذة ماجدة الهلباوي. أهلاً أهلاً بحضرتك، تفضلي يا فندم. أنا آسف معلش لأن الصوت راح، وتفضلي تفضلي حضرتك. الفجه اللي بتتعمل سواء بقى من صحف قوميه، لان للاسف هي صحف قوميه او صحف خاصه كلها بقت شبه بعضها، يعني ما فرق يعني. فالصحف اللي بتكتب بالبوست العريض دي المفروض ان انت حياتك زعلان يا كابتن، بتقول المفروض انها ما تضللش الجماهير. لا ما تقلقش، الجماهير كلها فاهمه كويس قوي وعارفه كويس قوي ان في احكام قضاء طالعه، وان في محاولات لان هم يغطوا الاحكام دي بان هم يفتحوا باب التوزيع لمكان العضويه. لا احنا قاسيين في حكم طلع بالغاء التمرير، لو انتوا احترمتوا الحكم الاولاني وما وافقتوش على دخول العضوين ما كانش الحكم الثاني صدر ضدكم بان كنتم انتخاباتكم باطله. يعني عدم احترام الحل، حل المجلس كان نتيجه عدم احترام الاحكام القضائيه الاولانيه. المره الثانيه اهو ما فيش احترام للاحكام، عنينا الاثنين في اجراءات قانونيه هتتاخد، وكل واحد عارف كويس قوي ان اللي انا بقوله بيتنفذ. إيه واللي قلته على استاذه ماجده، استاذه ماجده هو اللي حصل. استاذه ماجده بعد اذن حضرتك، ايه هو الاجراء القانوني المنتظر انك حضرتك تاخديه؟ الاجراء القانوني حضرتك هو المفروض ان السيد الوزير وصلته الصيغه التنفيذيه واعلى فيها والسلام. وهو كان قايل ان انا منتظر الاشكال بتاع الطعن اللي احنا عاملينه بالاشكال. الاشكال معاده يوم الاحد 21. وغالبا الاشكال بيبقى مقاله الى الرفض لان مفيش جديد، لان حضرتك اصلا هم طعنوا في الاداريه العليا وحبوا ياخدوا ايقاف تنفيذ الاداريه العليا، فترفض الشق المستعجل في الاداريه العليا. ايوه يعني استحاله بقى اذا كانت المحكمه الاداريه العليا رفضت الشق المستعجل بوقف التنفيذ، استحاله تاخد بيه الدايره اللي اصدرت الحكم. تمام. فهم بقى كل القصص دي عشان يمطلوا شويه ويطولوا شويه ويقولوا والله يبقى دي فرصه ان احنا نعمل تعاقدات ونعمل اجراءات عشان نلحق بسرعه قبل ما نمشي. استاذه ماجده، كل الناس واخده بالها من الكلام ده. استاذه ماجده، هم بيستندوا بعد اذن حضرتك بيستندوا لقانون الرياضه الجديد
اللي حتى الآن لم يتم توقيعه. حضرتك الحكم أيوة. صدر قبل صدور قانون الرياضة الجديد. أيوة. مفيش حاجة اسمها في القانون بأثر راجعي. القوانين ملوش أثر راجعي، دي حاجة. ثاني حاجة إن القانون الجديد ملوش لسه لائحة تنفيذية. أيوة. عشان يتطبق. أيوة. هم يقولوا اللي يقولوه، لان هم بيقولوا كتير قوي وما قالوا قبل كده الفيفا. احنا اللي احنا نفسنا اللي مش عايزين نلجا للفيفا، لانه لو رجعنا للفيفا النشاط كله هيقف في مصر، مش بسبب الاحكام اللي احنا واخدينها، لا، بسبب المخالفات اللي هم عاملينها. يعني لو احنا لجانا للفيفا دلوقتي، المخالفات اللي هم عاملينها هتخلي كل اللي موجودين واللي اشتركوا في كل الحاجات دي ممنوعين من ممارسه النشاط الرياضي. ما احترمنا بقى للناس الاعضاء الدوليين وغير الدوليين و و و و الساكت عن المخالفه هيبقى مشترك فيها. طيب الوزير وزير الشباب والرياضه اعلن ان هو هينتظر حتى يوم 21 علشان الاستشكال، نشوف هل قبل ام لم يقبل. وفي نفس الوقت زي ما حضرتك قلتي لي حقيقه ان وزير الاسكان صدر في حقه حكم النهارده، حكم بحبس وزير الاسكان وعزله لانه لم ينفذ حكم قضائي. طبعا هو هيستأنف على الحكم وينفذ الحكم القضائي. فاحنا يعني الحقيقه انا لا يعني ما بحبش الاسلوب ده في التعامل، خاصه ان الوزير بيمثل الدوله. يعني المفروض ان الدوله دي بيمثلها وزيرها. لما تكون الدوله مش بتحترم القوانين دي سمعه سيئه لينا جدا، سواء بقى في على المستوى الدولي او على المستوى المحلي. طب هو ليه الوزير يا استاذه ماجده يحط نفسه في الموقف المحرج ده؟ والله الوزير بيقول لك انا مستني الاشكال عشان ده طعن من احد الطعون اللي على الحكم، وهو عارف كويس قوي ان الماده 51 من قانون مجلس الدوله بيقول ان الحكم واجب النفاذ وما فيهوش اشكال. لكن احنا الحقيقه برضو بنحب ان احنا يكون صدرنا رحب وبنستنى الاشكال، لان احنا عارفين ان الاشكال ده ليس منه طائل، هو الا تضييع الوقت، فاحنا بنديهم الوقت بس عشان يسووا ورقهم يعني. ايوه استاذه ماجده انا بشكر حضرتك جدا، وكالعاده بنستمتع دائما بالحوار لان في مصداقيه وفي نفس الوقت توضيح للحقيقه. يعني بص يا كابتن، اتفضلي. مفيش تصريح اعلنته الا لما طلع صحيح. مفيش قضيه رفعتها الا لما كسبتها. مفيش حكم اخذته الا لما نفذته. انا بس بقول لك هم بقى بيقولوا حاجات كتير. لا بيقول ارجع بقى للتصريحات الكتيره جدا اللي قبل كده هتضحك بقى كلها ضد اللي انا بقوله. في النهايه ما تسمعش صوتهم بعد تنفيذ الحكم. استاذه ماجده سؤال اخير لحضرتك، في حاله لو صدر الحكم برفض الاستشكال وتنفيذ حكم محكمه القضاء الاداري، ايه التصرف في حاله لو هم مطلوا واستمروا؟ لا ما فيش حاجه اسمها مطلوا واستمروا. انا بالنسبه لي يعني لو مطلوا واستمروا هلجا للاتحاد الدولي. ايوه اللجوء للاتحاد الدولي على اي اساس؟ على اساس ان دي مخالفات ماليه واداريه، المفروض الاتحاد الدولي هيرد عليا يقول لي دي شان داخلي، وساعتها هقطع الكلام المزعوم اللي دايما يقولوه ان الفيفا هتوقف النشاط في مصر بسبب الاحكام القضائيه. لا، الفيفا ما بتوقفش نشاط الا بعد ما تنزل الدوله، بعد ما تقول للدوله صلحي المخالفه، بعد ما تكون المخالفه متعلقه بقانون الرياضي. يعني بمعنى قانون الفيفا. يعني لو كانت المشكله خاصه باحد عناصر اللعبه الفيفا بتتدخل. اما اذا كانت خاصه بانتخابات وخلافه لا، ملهاش دعوه خالص الفيفا بهذا التدخل. طيب هم لو استخدموا القانون، قانون الرياضه الجديد اللي ما حدش فاهم فيه حاجه للاسف الشديد، وقال لك والله ان القانون بيعطينا الحصانه لان مش هتلجئي للفيفا، المفروض تلجئي للمحكمه الرياضيه، اللي فيه تصوري يعني ما حدش فاهم حاجه خالص هي ايه عناصرها يعني. وفي نفس الوقت يقول لك ان المحكمه مختصه بالشؤون الاداريه. تمام. بص حضرتك، ايا كان ان هم بيقولوه القانون ده مش هيطبق، قانون الرياضه الجديد مش هيطبق على حالتنا. لان الحكم صادر، الاحكام دي صادره قبل صدور قانون الرياضه. وبالتالي زي ما قلنا قبل كده مفيش اثر رجعي للقوانين. فهم بيكلموا برضه ناس بيشتغلوا بالقانون، مش بيكلموا ناس بيلعبوا كوره بس، لا احنا يعني فاهمين كوره فاهمين برضه في القانون ودي شغلتنا. فهم بقى يقولوا ان هم متحصنين، خليهم متحصنين، ما نشوف اخر التحصينات اللي عندهم توديهم فين. طيب وبالنسبه للمقعدين الشاغرين، يعني هو المقاعد كلها غير تعتبر خاليه بحكم محكمه القضاء، بالنسبه للمقعدين بتاع سحر وحازم الهواري بعد الحكم ده حضرتك المقاعد كلها شاغره، مفيش حاجه اسمها مقاعدين شاغرين. ايوه
الكلام ده كان قبل ما يصدر الحكم بإلغاء نتيجة الانتخابات، نتيجة لأن هم ما احترموش أحكام القضاء اللي أبعدت العضوين. طب إيه يعني بمعنى آخر إن الحكم طالع تأديب لمن يخالف القانون ويخالف الأحكام القضائية. أيوه، يعني حضرتك شايفة إن ما زال السجال طويلا في تصورك؟ لا مش طويلا ولا حاجة، مش طويلا ولا حاجة كابتن، ده هي حكم في الإشكال والوزير هينفذ، نفذ ما نفذش، في إجراء بيتاخد بعديه قانوني وبنلجأ لمحكمة الجنح، ودي حاجة عادية والوزير عارفها، يعني مش حاجة جديدة يعني. أستاذة ماجدة أنا بشكر حضرتك جدا مرة تانية حقيقة، وبنسعد دائما بأطروحاتك وبصمودك. يعني أنا أتصور إن في طبعا ضغط نفسي شديد جدا عليكي من كل الوجوه، لكن ربنا معاكي، وفي نفس الوقت لا يصح إلا الصحيح لأن موقف قوي، ونتمنى لك كل التوفيق حتى تصبح الحقيقة حقيقة واضحة لكل الجماهير. بشكر حضرتك جدا. بس أنا الحقيقة ما بسمحش لأي حد يعمل عليا ضغوط نفسية ولا حاجة، يعني أنا بسيبهم هم يشتغلوا وأنا أشتغل، وفي النهاية كسبان بيظهر قدام الناس يعني. شكرا يا فندم، متشكرين، انا بشكر حضرتك جدا. شكرا يا فندم، شكرا. اعزائي المشاهدين، احنا امام ظاهره حقيقه فيها نوع من التسيب، وفي نفس الوقت الى متى؟ يعني الناس تلجا بعد كده مثلا بلاغات للنائب العام، تتكلم مين، تعمل ايه، الحاجات دي كلها، لانه واضح ان هناك للاسف شبكه اعلاميه رياضيه عايزة تفهم الناس ان كل حاجة ماشية طبيعي وما فيش احكام قضاء للأسف الشديد، فده لا يعقل.